السلام عليكم ورحمة الله. صوت مزعج بيصدر من طابلوه السيارة عند تشغيل المكيف. الصوت ده غالبا بيظهر لما تشغل السرعة التانية أو التالتة أو الرابعة من مروحة المكيف، وفي بعض الأحيان التانية بيظهر لما تمشي على طرق مكسرة ومطبات. وعلشان تبقى فاهم أنا بتكلم عن إيه بالظبط، ركز مع نماذج للأصوات والمشاكل دي. في الفيديو ده هشرح لك ازاي تقدر تعرف سبب المشكلة وازاي تقدر تعملها بنفسك وفي المنزل من غير ما تروح لفني. خلينا نبدأ. الأصوات دي بتنقسم لنوعين، النوع الأول وده اللي بيصدر من عند درج الطابلوه مع تشغيل المكيف، والتاني اللي انت بتسمعه من فتحات الهواء سواء مع المكيف أو بدون المكيف. نبدأ الأول بالأصوات اللي بتصدر من عند درج الطابلوه. الأول بتفك الفيشة بتاعت البلاور أو مروحة المكيف وبتوسع لنفسك أي حاجة ممكن تضايق نزول البلاور، وبعدها بتفك المسامير اللي مثبتة البلاور في الطابلوه وتنزله على إيدك زي ما انت شايف كده. اول سبب بيكون انك هتلاقي داخل البلاور ورق شجر او حاجات بلاستيك بتكون وقعت من الهواية الخارجية، ودي امرها سهل بتشيلها وخلاص. تاني سبب بيكون ان في حاجة جوه حوالين البلاور بيخبط فيها وهو شغال فبتعمل الصوت المزعج، ولان المكان ضيق وصعب تشوف اللي جوه فهتلجأ لحل بسيط، وهو انك تجيب الموبايل وتشغل تسجيل الفيديو وتشغل الكشاف عشان ينور جوه في المكان الضيق، وتدخل ايدك وتبدأ تحرك الموبايل في كل الاتجاهات عشان يصور لك فيديو الوضع من جوه عامل ازاي، وبعد كده تطلعه علشان تشوف الفيديو اللي اتصور وخليني اوري لك اللي انا صورته. ده التجويف اللي بيلف فيه البلاور وبيدفع الهواء للتلاجة، وزي ما انت شايف كده في حاجة زي بطانة قديمة بدأت تقشر، ووارد تكون بتخبط في الريش بتاعة البلاور وفي اجزاء كتير منها اتاكلت مع الزمن ووقعت. ولما نكمل اللفة بتاعتنا هتشوف التلاجة الداخلية بتاعت السيارة، وبالمناسبة لو عايزني اشرح لك هي بتتغسل وتتنظف ازاي وهي في مكانها اكتب لي تحت الفيديو. هجيب ليفه بلاستيك جافه وادخل ايدي وابدا انظف وافرك كل البطانه اللي جوه دي وانزلها علشان ابقى خلصت تاني احتمال للاصوات المزعجه، ودي الحاجات اللي انا نزلتها نتيجه التنظيف. بعدها هجيب قماشه مبلله وابدا اغسل المكان جوه غسله كويسه، وخلي بالك القماشه ما ينفعش تكون شايله ميه علشان الكنترول على يمينك، القماشه يا دوب تكون مبلله. ودي صوره التجويف اللي جوه بعد ما تم ازاله البطانة المتاكلة وتنظيفه قدر الامكان. ونتنقل للسبب التالت. السبب التالت غامض شوية ومحتاج تركيز، لان لو في ريشة واحدة من البلاور مكسورة من ناحية واحدة بس فهي هتبان قدامك سليمة، لكن مع السرعات والقوة الطاردة المركزية هتطلع لبرة وتخبط في التجويف الداخلي، فلازم تفحص الريش كلها عن طريق انك تضغط عليها بصوابعك لبرة ضغط متوسط، يعني لو في ريشة ماسكة من ناحية واحدة بس هتلاقيها ظهرت على طول. اخر سبب في الاصوات اللي بتطلع من عند درج الطابلوه هو رمان البلي بتاع البلاور نفسه، وعلشان تختبره هتشغل السيارة وتوصل الفيشة في البلاور وتمسكه بإيدك وتبدأ تسمع صوت الموتور على كل السرعات. اللي طالع منه صوت الهوا بس، مفيش ونة ولا حنة ولا زنة ولا نحرة. كده نبقى فحصنا الاربع اسباب اللي بيطلعوا صوت من عند درج الطابلوه. نتنقل للاصوات اللي بتطلع من فتحات الهوا سواء مشغل المكيف او مش مشغله، وللأسف الموبايل مش هينفع يدخل جوه الفتحات، فالحل انك تستخدم كاميرا اندوسكوب صغيرة زي دي، وهي مخصصة للاماكن الضيقة وبتشتغل على اي موبايل، وهبدأ امشيها جوه المسارات علشان اشوف لو في حاجة جوه بتعمل اصوات سواء مع المكيف او بدونه. بدأت ادفع الكاميرا داخل مسارات الهواء اللي في النص ومفيش اي مشكلة جوه في المسارات وانا ماشي، لحد ما في النهاية وصلت للباب اللي بيوزع هواء على الوجه او الوجه والاقدام او الاقدام بس، ولما جربته لقيته شغال مفيش اي مشكلة فيه. ومسار الهواء اللي في المنتصف مفيهوش اي اجسام معدنية او بلاستيكية تعمل اصوات مزعجة. اتنقلت للجهة التانية من فتحات المكيف ودخلت الكاميرا وبدأت ادفعها جوه مسار الهواء واحدة واحدة كده لحد ما لقيت حاجة تشبه المعدن تقريبا صامولة. وهنا في سؤال هيطرح نفسه، لو لقينا حاجة جوه مسارات الهواء
ازاي نقدر نطلعها؟ لو دخلت على الموقع اللي بيبيع الكاميرا هتلاقيه بيقولك ان في اكسسوارات مع الكاميرا علشان تجيب الحاجات اللي في الاماكن الضيقة. دي الاكسسوارات اللي بتيجي مع الكاميرا وهفهمك فايدتها، بس علشان في ناس ممكن تحتاج الكاميرا دي فانا هشرح لهم بسرعة طريقة الشراء من على الموقع وبعدها نكمل. هي كاميرا حجمها زي ما انت شايف كده، وبتنفع جدا في الاماكن الضيقة والصعبة، وبتوفر مجهود كتير، وبتشتغل على اي موبايل او اي لابتوب، وهسيب لك الرابط بتاعها تحت الفيديو على اليوتيوب. اضغط على الرابط هيدخلك على صفحة الكاميرا وهي باللغة العربية. على اليمين هتلاقي الكاميرا وعلى الشمال هتلاقي سعرها، وهي رخيصة حوالي 290 جنيه بس. لو حبيت تشتريها بتنزل تحت وتضغط على اشتري الان، هينقلك لصفحة تانية اللي هتحط فيها اسمك بالكامل وعنوانك تفصيليا باللغة الانجليزية، لان ده العنوان اللي هيجيلك عليه الطرد. بعد ما تخلص انزل تحت وعلم على موافق ودوس تطبيق. هيرجعك للصفحة الاولى، وهنا هتختار الطول اللي انت عايزه من الكاميرا، لان في منها 10 متر وفي 7 متر وفي 5 متر وفي 3 متر. بالنسبة لي 3 متر كانوا كويسين جدا. وبتنزل تحت وتضغط على اشتري الان، هينقلك لصفحة تانية اللي فيها اختيارات الشحن، وهي فيها اختيارين: شحن جوي وبيقول لك تكلفته قد ايه وبياخد وقت قد ايه، وبريد سريع ويقول لك تكلفته قد ايه وبياخد وقت قد ايه. شوف انت بقى ايه المناسب معاك. بعد كده بتنزل تحت على اليمين عند كلمة اختيار كوبون، وتكتب في المربع الفاضي الكود اللي تحت الفيديو على اليوتيوب علشان يديلك خصم. بعدها بتنزل تحت لاختيارات الدفع، اما بيبال واما فيزا. لو فيزا بتضغط هنا وتدخل بيانات الفيزا وتشتري. فلو اللي واقع في مسارات الهواء حاجة معدنية، بتاخد المغناطيس اللي جاي معاها وتركبه على الكاميرا وهو ليه مكان بيركب فيه، وبعدها بتجيب اللوك اللي جاي معاه وتدخله فوق الدراع الرفيع بتاع المغناطيس لحد الاخر خالص علشان يعمل لوك ويمسك المغناطيس والكاميرا بتتحرك. طب يا ترى المغناطيس هيقدر يمسك حاجات معدنية كبيرة جوه؟ هجيب مسمار 10 حجمه زي ما انت شايف كده، وانزل المغناطيس وهتلاقيه شال المسمار بمنتهى السهولة لانه مغناطيس قوي جدا. طيب لو اللي واقع جوه حاجة بلاستيكية او ما شابه، هتستخدم القطعة التانية اللي فيها خطاف وتركبها بنفس الطريقة، وهتقدر تسحب بيها اي حاجة موجودة في المسارات الضيقة. كده انا شرحت لك كل الاسباب اللي بتعمل اصوات مع تشغيل مكيف السيارة، وشرحت لك طرق اكتشافها والتعامل معها. لايك وشير للفيديو لانه ممكن ينفع غيرك عنده نفس المشكلة، وبعد ما تضغط على زر اشتراك في القناة فعل الاشعارات عن طريق الضغط على علامة الجرس. بكده اكون وصلت لنهاية الفيديو، ونكمل مع بعض الفيديو اللي جاي بإذن الله.